سمعت سيد عبدوش يتكلم على الأزمة اللي تعيشها الأندية الجزائرية، أندية مفلسة ملايير. أنا شفت الأرقام تنخلعت بكل صراحة. ما كيسيون جوردي مسيو بلقيدو، فريق لما يتوج باللقب يدي مليار ونص أو مليارين، هو يصرف 30 مليار في الموسم، حتى ولو دار محل تجارية ودار انفستيسمون وكذا، بدون أدنى شك راح يخرج ديفيسيتير نهاية الموسم. يصرف 30 مليار باش يدير بطولة يفوز مليارين، سي با نورمال. دونك المنظومة قبل ما نجتهدوا ونعرقوا ونتعبوا، رانا حنا غلطين بكل صراحة. كيفاش؟ لأنه ما كاش نادي يصرف أقل من 10 ملاير في الرواتب، يفوز ب 20% موصرف. دونك المنظومة الكروية في الجزائر برعاية الاتحاد والرابطة، سامحني هي اللي راهي غلطة مسيو بلقيدو. معليش قبل ما نتكلم على الأندية، ولا تربط أنت الغلطة بالمصاريف، هذه حاجة واحدة أخرى. لا ولا تربط المصاريف بالبيجي، حاجة واحدة أخرى. ما نتكلمش على المصاريف. معليش لا تهضر لي على لو شامبيون كي يخرج يدي مليار، هكذا. ولا تربط لي بلوكو تاع لو شامبيون اللي يديها مليار، هذه هي المنظومة. أنا نقول لك لا طربين. حنا انا نتكلم لك اليوم على الرابطه والرابطات كاع اللي كانوا من قبل. سي بارابور بودجي. اليوم انت على بالك بلي الرابطه اليوم حتى لو كونترا مع لا تلفزيون اليوم تاع الشامبيونان 2019-2020 ني باسي. سي با نورمال. سي با نورمال. ولكن اليوم هذه شركه وطنيه تعطيها كل تسهيلات الرابطه، واليوم حتى الرابطه واش راهي تمد تكاليف، راهي تمد من مالها اللي كان عندها باش تقدر تسير به لا جيستيون كورونت. لافونس وحط عطينا حتى الفرق. صح. باسكو سي بارابور او بودجي، يعني باش نخلص لك برك القول، خلاص القول سي لو بودجي هو اللي يتكلم. دونك ما نقدروش نحاسبوا الانديه مسي بلقيدو. باش حاسبها. صح. انت فريق اللي يلعب على المراتب الاولى، يلعب على المراتب الاولى لازم له لاعبين ممتازين، لاعبين ممتازين لازم لهم دي بون صالير. انا قلت لك كي نديروا اغلى صالير 100 مليون معقول في المحترف الاول، 100 مليون شيء معقول لان كره القدم العالميه تطورت كثير. معليش يا سيدي نديروا 50 مليون، ما ندير والو. انا نديروا 100 مليون لانه هذه رواتب تاع اللاعبين لما تحسب في مده 10 اشهر او 9 اشهر راح تفوق ال 5 6 ملاير حتى ال 10 ملاير. هي الاشكال تاعنا كي يزيد انه البطوله تربح تدي مليار، كاس الجزائر تلعب 6 ولا 7 مقابلات تربح مع لا ما راناش في كاس الجزائر، راني نتكلم على لا دينس، نتكلم على كلام سيد عبدوش. لما تقولي كل انديه مفلسه بعيدا عن لو كوميرس تاع الانديه، لي بوتيك لا ريستوراسيون واش يقدر يدير نادي شغله، لانه باش راح يجيب لك اموال كبيره. نتكلم على انك تصرف على الاقل 5 10 ملايير في الموسم باش تدي لقب، بالمقابل راح تربح مليار ونص ولا 2 ملايير بريزيد. سي با نورمال. هنا افلاس، اولا الافلاس راه في الفكر هذا، قبل ما نروح نحاسب الانديه ونراقب الانديه في الرواتب والتسيير المالي تاعها. يزيد دونك سي با نورمال. نو مي اسمح لي برك. تفضل. انا نتكلم لك دائما سي بارابور ان اوتر بودجي اللي عندنا اللي نمدوا للفرقه، هذه وحده. ثاني انت كيفاش تقول انت كاين بطوله وطنيه، كيفاش تقدر تقول هذا شامبيون خرج اول شامبيون بصح معاه شركه وطنيه، وهذا الكاتورزيام معاه بلديه، كيفاش يقدروا يكونوا دي كونكورون ديريكت في بطوله؟ كيفاش تقدر تكون ليكيتي هنا في بالنزاهه الكرويه؟ دونك كاين خلل، كاين دي ديسباريتي. صح سي كلير. انا جو بونس كو في كل بطولات العالميه كاين ما يقدرش يكونوا كامل سو ميم بي ديغاليتي، كاين اللي يلعب لي برومي رول، كاين اللي يلعب المانتيا، كاين اللي يلعب على تفادي السقوط. كما قال لك يزيد اليوم الخلل وين راهو؟ سي كو انا ما تكلمتش على هذه. ايه على بالي انا نقول لك برك اليوم اللي يخرج شامبيون يدي مليار، فما بالك اللي يلعب المانتيا ويصرف نقولوا على الاقل 5 او 6 ملايير وما يستفاد من والو، ما عنده حتى نبسطوا للجمهور. اليوم ديروا ان جو، نقول لكم اللي يفوز بهذا لو جو يدي مليار ونص، ولكن انتم في لو جو هذا تحقوا وسائل باش تلعب هذا لو جو، تصرف هذه الوسائل تصرف عليهم اموال كبيره. واحد ما يلعب دونك فهمت دونك سي با نورمال. بيان سور قولي بارابور او بودجي مسيو بلقيدو، هذا الدوري لازم تسوق له، لازم الدربي تلعبوا، لازم تدخل اموال بالقنوات الكبيره. يزيد اباوي اباوي اديني الدربي سيد بلقيدو اسمح لي قبل